أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2022 فوز المرشحين 10 التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي: الأول عبدالله جاسم المضر وحصل على 6375 صوت. الثاني حسن عبد الله جوهر وحصل على 6332 صوت. والثالث أسامة زيد عبد الحسين الزيد وحصل على 5764 صوت. الرابع أحمد حاجي لاري وحصل على 4104 صوت. الخامس عيسى أحمد الكندري وحصل على 3683 صوت. السادس عادل جاسم الدمخي وحصل على 3403 أصوات. السابع أسامة عيسى ماجد الشاهين وحصل على 2889 صوت. الثامن صالح أحمد حسن عاشور وحصل على 2867 صوت. التاسع حمد محمد عبد الله المدلج وحصل على 2826 صوت. العاشر خالد مرزوق العميرة وحصل على 2228 صوت. أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2022 فوز المرشحين 10 التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي: الأول بدر الملة وحاز على 7285 صوت. الثاني محمد المطير وحاز على 4364 صوت. الثالث شعيب علي شعبان وحاز على 3394 صوت. الرابع حامد محري البذالي وقد حاز على 3374 صوت. الخامس خليل إبراهيم الصالح وقد حاز على 2949 صوت. السادس فلاح ضاحي الهاجري وقد حاز على 2921 صوت. السابع عالية فيصل الخالد وقد حازت على 2472 صوت. الثامن حمد المطر وقد حاز على 2460 صوت. التاسع عبد الوهاب العيسى وقد حاز على 2056 صوت. والعاشر عبد الله المبعي وقد حاز على 1922 صوت. أما اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2022 فقد أعلنت فوز المرشحين 10 التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي: الأول السيد أحمد السعدون وحصل على 12239 صوتا. والثاني السيد مهلهل خالد المضف حصل على 7005 صوتا. الثالث الدكتور عبد الكريم عبد الله الكندري وحصل على 6915 صوتا. الرابع السيد مهند طلال أحمد الساير
وحصل على 5998 صوتا. العاشر الدكتور عبد العزيز طارق حمود عبد العزيز الصقعوي وحصل على 5329 صوتا. السادس السيدة جنان محسن حسن رمضان وحصلت على 4301 صوتا. السابع السيد عمار محمد عمار العجمي وحصل على 3784 صوتا. الثامن السيد حمد عادل جاسم العبيد وحصل على 3376 صوتا. التاسع السيد فارس سعد العتيبي وحصل على 3189 صوتا. العاشر السيد خليل عبد الله أبل وحصل على 2963 صوتا. وأعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2022 فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي. حصل الأول شعيب شباب المويزري وقد حصل على عدد 8995 صوتاً. والثاني محمد هايف المطيري وقد حصل على عدد 7266 صوتا. الثالث مبارك حمود الطشة وقد حصل على عدد 7098 صوتا. الرابع مبارك هيف الحجرف وقد حصل على عدد 6342 صوتا. الخامس ثامر سعد صويت وقد حصل على 5597 صوتا. السادس مرزوق خليفة الخليفة وقد حصل على 5170 صوتا. والسابع حصل على والسابع سعد علي الخنفور وقد حصل على 5007 صوتا. الثامن عبيد محمد الوسمي وقد حصل على 4834 صوتا. التاسع عبد الله فهد العنزي وقد حصل على 4825 صوتا. والعاشر وهو الأخير يوسف محمد البذالي وقد حصل على عدد 4735 صوتا. أما اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2022 فقد أعلنت فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي. الأول حمدان سالم العازمي 10799. الثاني سعود عبد العزيز العصفور الهاجري 10252. الثالث خالد مونس العتيبي 9243. الرابع هاني حسين شمس 6814. الخامس محمد هادي الحويلة 6765. السادس الصيفي مبارك الصيفي 6525. السابع محمد حسين المهان العجمي 5725. الثامن ماجد مساعد المطيري 5465. التاسع مرزوق فالح الحبيني العازمي 4830. العاشر فيصل محمد الكندري 4530 صوت. شكرا للجميع.